لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. سورة الزخرف، يقول الله سبحانه وتعالى: حاميم والكتاب المبين. والكتاب المبين هذا قسم، يقسم الله عز وجل بالقرآن المبين أي الواضح، المبين أي الواضح لفظا ومعنى، كتاب بين والحمد لله. والله عز وجل يقسم بما شاء على ما شاء، وإذا أقسم بشيء فهو عظيم. والقسم بالنسبة لنا يكون بالله أو بصفة من صفاته، والقسم بكتاب الله أي القسم بالقرآن هذا قسم صحيح، لأن القرآن هو كلامه عز وجل، وكلام الله صفة من صفاته سبحانه وتعالى. كذلك الحلف بالمصحف، واحد يقول المصحف، فهو يقصد ما بين دفتيه من كلام الله، لا يقصد الورق. يعني يجي واحد بيحلف بالمصحف مش بيحلف بالورق، إنما هو يحلف بكلام الله الذي بين دفتي المصحف، فهذا قسم بكلام الله الذي هو صفة من صفاته. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يضع المصحف على صدره ويقبله ويقول: كلام ربي كلام ربي. إذن مع أن مصحف ورق مكتوب بمداد، لكن كان يقبله ويضعه على صدره ويقول: كلام ربي سبحانه وتعالى، أي تضمن كلام الله سبحانه وتعالى. إنا جعلناه قرآنا عربيا، جعلناه هنا معناها أنزلناه، جعلناه أنزلناه. إنا أنزلناه قرآنا عربيا، يعني بلسان العرب. فمن صفة القرآن أنه عربي، أنزله الله عز وجل والحمد لله بلسان العرب. لعلكم تعقلون أي رجاء أن تفهموا وأن تتدبروا معانيه وحججه وتبلغوه لغيركم، يعني تعملون به وتبلغوه وتعلموه لغيركم. وقد فعل الصحابة رضي الله عنهم ذلك، هم الذين علموا المشارق والمغارب القرآن، فما من بلد فتحوها إلا وعلموا أهلها القرآن رضوان الله عليهم جميعا. وهذه نعمة الحمد لله أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، والحمد لله أننا عرب وأننا نتكلم باللسان العربي والحمد لله. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه أي القرآن في أم الكتاب أي اللوح المحفوظ، قاله ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. وإنه في أم الكتاب أي في اللوح المحفوظ لدينا لعلي حكيم، لعلي أي في قدره وشرفه، وحكيم أي محكم متقن لا اختلاف فيه ولا تناقض
فالله عز وجل رفع شأنه في الملأ الأعلى ورفع شأنه عند الملائكة وكذا في اللوح المحفوظ لتجعلوه بينكم كذلك، لتجعلوه بينكم كذلك أي علي أن يكون له شرف ومكانة وقدر أي عندكم. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين، يعني أفنعرض عنكم ونترك إنزال القرآن إليكم لأجل إعراضكم وعدم انقيادكم وإسرافكم في عدم الإيمان به. وهذا من رحمة الله عز وجل أنه مع إعراض من يعرض وكفر من كفر، إلا أنه من رحمته سبحانه وتعالى أنزل كتابه وأرسل رسله سبحانه وتعالى ليدعوهم إلى الله ويذكروهم بالله سبحانه وتعالى. وكم أرسلنا من نبي في الأولين، كم هنا خبره للكثرة أي كثيرا من الأنبياء أرسلنا في القرون الأولى التي مضت قبل قومك يا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن عدد الأنبياء والمرسلين جم غفير 120,000، 120,000 نبي منهم 315 رسول. انظر العدد ده جم غفير. وكم خبرين الكثرة. وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون، أي كاستهزاء قومك بك. فأهلكنا أشد منهم بطشا، أي أهلكنا من كذبوا رسلنا وكانوا أشد قوة وبأسا من قومك. ومضى مثل الأولين، يعني مضت عقوبة الأولين بأن أهلكوا، ومضى مثل الأولين أي مضت عقوبة الأولين بأن أهلكوا أي بسبب كفرهم وطغيانهم واستهزائهم بأنبيائهم. وهذه تسلية وتصبير للرسول صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، كان مشركو قريش ومشركو العرب كانوا يؤمنون بأن الله ربهم وخالقهم وخالق كل شيء، لكنهم كانوا يشركون في الألوهية، يشركون في العبادة، لكن ربوبية يقولون الذي خلقهم هو الله، الذي يرزقهم هو الله، الذي خلق السماوات والأرض هو الله. لكن إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم سبحانه وتعالى، أي العزيز في سلطانه والعليم بهن أي بما في السماوات والأرض، لا يخفى عليه شيء. الذي جعل لكم الأرض مهدا أي فراشا وبساطا، سبحان الله أرض شوف فراش وبساط يمشي عليها الإنسان ويبني عليها ونحو ذلك من منافعه. وجعل لكم فيها سبلا، سبلا يعني طرقا، يعني
الطرق دي سبحان الله موجودة في الأرض، خلقها الله عز وجل. طريق بيوصل للبلد الفلانية، وطريق يوصل للبلد مثلا في الجنوب، وهكذا طرق موجودة في الأرض، السبل موجودة في الأرض. يبقى هناك طرق يصنعها الإنسان، وهناك طرق خلقها الله في الأرض. وجعل لكم فيها سبلا، وكذا أيضا سبلا بمعنى طرقا للمعايش، طرقا للمعايش والمتاجر. لعلكم تهتدون، أي تهتدون بها إلى مصالحكم الدينية والدنيوية. والذي نزل من السماء ماء بقدر، والحمد لله، يعني الماء ده نازل بقدر، ليس مغرقا، ليس كثيرا طوفانا مغرقا ولا قاصرا عن الحاجة، ولا نموت والبهائم تموت، إنما بقدر. أنزل الله عز وجل الماء من السماء بقدر حتى يكون معاشا لنا ولأنعامنا، فأنشرنا يعني أحيينا، فأنشرنا به بلدة ميتة، بلد مقفرة من النبات يابسة، كذلك تخرجون، أي يوم القيامة. فكما نحيي هذه الأرض الميتة بالماء، كذلك أنتم أيها البشر يوم القيامة ستخلقون وستبعثون وستخرجون من قبوركم إلى أرض المعاد. والذي خلق الأزواج كلها، سبحان الله، والذي خلق الأزواج كلها، ما من شيء إلا هو زوجان، حتى سبحان الله حتى الذرة، يعني شوف الذرة دي حاجة إيه، يعني يقولون منها موجب وسالب. ما من شيء خلقه الله إلا هو زوجان. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك السفن والأنعام ما تركبون، للجمال، لتستووا على، وأيضا البغال والحمير والخيول، لتستووا على ظهوره، أي لكي تستووا تعلو على ظهوره، على ظهور ما تركبون. ثم تذكروا نعمة ربكم، أي إذا ركبتم عليه، إذا استويتم عليه، ركبتم وعلوتموه، يتذكر الإنسان نعمة ربه، كيف أنه سخر له هذه السفينة، كيف سخر له هذا الجمل وهذه الخيول ونحو ذلك مما سخرها وذللها له سبحانه وتعالى. ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، أي وما كنا له مطيقين. كلمة مقرنين معناها مطيقين. وإنا إلى ربنا لمنقلبون، أي وإنا إلى ربنا بعد مماتنا لصائرون إليه راجعون. يعني هنشرح إن شاء الله، أشرح. هذا معنى الإجمالي للآية، للآيات. أما الهدايات والفوائد من الآيات كما ذكرنا أنه القسم يكون بالله أو بأي اسم من أسمائه وبصفة من صفاته، ومن ذلك القسم بالقرآن والقسم بالمصحف، هذا قسم صحيح، لأن الذي يقسم بالمصحف يريد كلام الله سبحانه وتعالى الذي بين الدفتين. كذلك معرفة نعمة الله سبحانه وتعالى على العرب
أن الله عز وجل أنزل القرآن بلسان عربي مبين على محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو عربي صلوات الله وسلامه عليه. وهذه نعمة عظيمة. يعني امبارح كان في فيديو كده الواحد شكله كده ياباني كوري وهو بيقرأ سورة من السور جزء عام، وسبحان الله الحروف دي في حروف مش راضية تطلع، يعني بيقرأ مكسر في حروف مش راضية تطلع، اللغة اللي هو بيتكلم بيها سبحان الله ما تخلوش يطلع الحروف العربية. عشان كده مثلا لغة العرب اسمها لغة ايه؟ الضاد. تيجي للغات التانية ما عرفش انت الضاد ده. شوف انت بقى سبحان الله بتقرأ وقراءة مبينة، قراءة فصيحة، قراءة معربة، والحروف بتطلع منك والحمد لله رب العالمين. كنت على التاني ده وتقول له اقرأ قرآن كده سبحان الله الحروف ما بتطلعش مكسرة خالص إلا من رحم الله تعالى. فهذه نعمة، نعمة عظيمة جدا. النعمة هذه تشكر، تشكر باللسان، تشكر بالقلب، تشكر بالجوارح. إيه بقى تشكر بالجوارح؟ يعني تقرأ القرآن، تجعل لك وردا تقرأه، تعمل به، تعقله، تتفهمه، ثم تعمل به. وكذلك تعلمه لغيرك وتبلغه لغيرك. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يبقى إذن أنت تتعلم ثم تعلمه لغيرك، هذا خيركم كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه نعمة، نعمة عظيمة. فالله سبحانه وتعالى أنزل القرآن عربيا، والقرآن له شرف والحمد لله، وله أيضا شرف لحامله. القرآن يشرف حامله، حامله يجعل له شرفا وذكرا والحمد لله. كذلك أيضا أن إسراف الإنسان على نفسه لا يمنع من تذكيره بالله سبحانه وتعالى. يعني ممكن تجد إنسان مسرفا على نفسه في المعاصي، أو إنك تقول ده ما فيش منه فايدة كلمه ليه، ده لا تكلمه. الهداية بيد الله. كانوا يقولون لو أسلم حمار عمر ما أسلم عمر، وعمر رضي الله عنه أفضل الأمة بعد سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. تخيل، الهداية هذه بيد الله سبحانه وتعالى وحده، لأن الله عز وجل يقول أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. يعني لأجل أنكم قوم مسرفون لا ننزل القرآن ولا نبعث رسولا، لا، بل رحمة الله عز وجل تقتضي أنه ينزل كتبه ويرسل رسله صلى الله عليه وسلم. فلذلك الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا واجب. وإن كان الإنسان مسرفا على نفسه، أنت تقوم بالواجب الذي عليك، وإن كان سيصدك ولن يقبل منك، أنت تقوم بالواجب عليك، لأن من أهداف الدعوة إلى الله أداء الأمانة وإقامة الحجة، إقامة الحجة وأداء الأمانة. كذلك أيضا تقرير أن الله أرسل رسلا وأنبياء كثيرين يدعون إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه ما من نبي إلا وقومه قد استهزأوا به وسخروا منه. إذن هذه تسلية وتصبير للرسول صلى الله عليه وسلم ولأتباعه صلى الله عليه وسلم في كل زمان ومكان. ما من أحد يدعو إلى الله إلا ويناله الأذى، واصبر على ما أصابك. يعني لا تظنن أن أنت ما تقول للناس وادعوهم إلى الله للناس هتقعد كده تحييك وكذا، لا، لابد وأن وستجد الناس يختلفون عليك، فهذا يحمدك وهذا يذمك. المؤمن لا الداعي المخلص
لا يهمه ذلك ولا يلتفت إلى قول الناس ذموه أو حمدوه، إنما هو ينطلق في دعوته إلى الله عز وجل. كذلك أيضا الذنوب والمعاصي هي سبب العقوبات. الله سبحانه وتعالى عز وجل يقرر أنه سبحانه وتعالى خالق كل شيء، وأن المشركين كانوا يشركون في الألوهية في العبادة، لكن في ربوبية من ربوه من خالقهم كانوا يقولون الله سبحانه وتعالى. تذكر نعم الله سبحانه وتعالى هذه تزيد في الإيمان، وتذكر النعم هذه على حافة الإيه؟ المحبة على حافة المنن. كل ما الإنسان يتذكر نعم الله يحب الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من نعم الله سبحانه وتعالى أن سخر لنا من الفلك والأنعام ما نركب، وإذا كان هذا من تسخير الله فواجب على العبد أن يذكر نعمة ربه عليه. يعني إيه بقى يذكر نعمة ربي عليه؟ إذا استويتم عليه، يعني الواحد لما يجي يركب المواصلة دي يفتكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سخرها لك دي حتة حديدة كده، عربية وموتور وبتجري، سفينة في البحر وبتجري، طيارة في الهواء وبتطير، وقطر و اللي سخره الله عز وجل سبحانه وتعالى، دي حتة حديدة اللي سخرها الله سبحانه وتعالى. تتذكر النعمة دي، تتذكر النعمة دي إذا استويتم عليه وتقولوا، شوف بس بقى ما تيجي تركب عليها بقى تقول الدعاء، إيه الدعاء بقى؟ شوف الدعاء ده، تأمله كده، سبحان الذي سخر لنا هذا. سبحان أي تنزيها لله سبحانه، تنزيها لله عن الصاحبة والولد والشريك وعما نسبه إليه الجاهلون والمشركون. تعالى ربنا علوا كبيرا، الذي سخر لنا هذا، ذلله لنا، هيأه لنا، الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، يعني وما كنا له مطيقين، لولا تسيير الله ما صارت. يعني انت بطاقتك تقدر تسيرها؟ تقدرش تسيرها، ربنا اللي سيرها، ربنا اللي سخرها سبحانه وتعالى، لكن انت ليس بحولك ولا قوتك ولا طاقتك، انما الذي سخرها لك هو رب العالمين سبحانه وتعالى. وانا الى ربنا لمنقلبون. إن الإنسان لما يجي يركب، شوف ده دعاء بيتقال، نيجي يركب الإنسان أي دبة أي وأي حاجة توصله، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، يعني تذكر الموت، المرجع والمصير إلى الله، لأن أنت في الحقيقة تركب وسيلة موت، دي وسيلة موت، العربية دي وسيلة موت، ممكن تحصل حادثة وتموت، والسفينة دي تغرق، والطيارة دي تقع، وغيره. يبقى انت ايه بتتذكر الموت، مش تعصي ربنا، مش تبقى انت قاعد في نعمة ربنا سبحانه وتعالى وتعصيه، لا، ده انت ممكن ما تنزلش منها اصلا، ممكن تبقى دي قبرك. فالمفروض الإنسان يقعد في ذكر الله ويستغفر ربنا سبحانه وتعالى وفي طاعة الله عز وجل سبحانه، أي لا 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 يبقى هو كده، حتى لو مات يبقى بيموت على حسن خاتمة، يبقى مات على طاعة الله عز وجل وليس على معصية الله. شوف تذكر النعمة وشكر الله سبحانه وتعالى على النعمة، شكر الله سبحانه وتعالى على النعمة، والتدبر والتأمل والتفكر في آيات الله وفي نعمه، هذا مما يزيد في الإيمان. والله تعالى أعلم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم.